بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم اللقاء الحي الأخير رقم 12 بتاريخ 25 مارس، بتاريخ 25 مارس 2019 الموافق ل 18 رجب 1440. أرحب بالحضور اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون يعني لقاء حي يعني ممتع إن شاء الله بإذن الله تعالى. يلا نبدأ على بركة الله. يعني نحن الحين وصلنا إلى محاضرة 28 29 و30. نيجي الآن إلى يعني خلينا نقول يعني إيش الهدف من المحاضرة؟ تابعوني جيدا. في البداية نخفض الصوت، هل الصوت واضح معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى الجميع؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت يصلكم واضح إن شاء الله؟ غيرك. نجي الآن، نحن سبق لنا وأننا تعرفنا في المسابقة في يعني لقاءات سابقة عن أنواع الأسواق المالية ودوره في النشاط الاقتصادي. كذلك يعني كنا تعرفنا على منتجات السوق النقد وسوق رأس المال، وكذلك تعرفنا على طريقة تقييم الأسهم والسندات، وتعرفنا كذلك على أنواع المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة، وعلى طريقة احتساب العائد والمخاطرة، وتعرفنا كذلك كيف نختار الأصول. نصل اليوم إلى يعني موضوع كيف لنا أن نكون محفظة استثمارية. كيف لنا أن نكون محفظة استثمارية؟ شوف يعني هناك ثلاثة مراحل دائما وأبدا نحن نحكي عليها عندما نحكي على إدارة محفظة استثمارية، ألا وهي المرحلة الأولى اختيار الأصول، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التنويع، ثم آخر مرحلة ألا وهي قياس الأداء. نحن الآن الحمد لله تمكنا من المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى وهي يقصد بها كيف يتم أو تتم اختيار الأصول، ولن يكون بإمكاننا محاضرة 28 اختيارية، ولن يكون بإمكاننا أن نختار الأصول إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان يعني كانت لدينا دراية بالأسواق المالية. شوف أنتم حاولوا قدر المستطاع الآن أنكم توجد أمامكم يعني مستندات مش عارف إيش، ولكن تابعني جيدا لكي تفهم في عندكم العديد من الرسوم، والرسوم هذه متشابهة، فحاولوا أنكم تتابعونني لكي تفهموا هذه الرسوم، يعني لكي الرسوم هذه ما تأتي وتكون عليكم صعبة في استيعابها. نبدأ في عملية التنويع. يعني نحن متى نحكي على محفظة؟ ابتداء من أي كم عدد أصول؟ السؤال الأول، متى نحكي على محفظة استثمارية؟ ابتداء من أصلين فما أكثر. شوف ماذا يوجد في سوق رأس المال؟ ما هي أهم الأدوات الموجودة في سوق رأس المال؟ ما هي أهم الأدوات الموجودة في سوق رأس المال؟ ما هي أهم الأدوات الموجودة في السوق رأس المال؟ غيرت في السندات والأسهم، ممتاز على الآخر. نحن اتفقنا المرة الماضية، هل السندات تحمل مخاطر أم لا؟ هل السندات تحمل مخاطر أم لا؟ نعم، غيرت، دير بالكم السندات تحمل مخاطر، السندات تحمل مخاطر، ورأينا في محاضرات سابقة أن هناك علاقة عكسية، هناك علاقة عكسية بين سعر يعني السند في السوق وبين يعني نسبة الفائدة السوقية، فلا ننسى أن هناك علاقة عكسية بين هذين الاثنين، مما يجعل هناك تذبذب في يعني أسعار السندات، وهذا التذبذب في أسعار السندات بالطبع هو الذي سوف يخلق هذه المخاطر. نحن اتفقنا أن السندات تحمل مخاطر، واتفقنا كذلك أن الأسهم تحمل المخاطر، فأكيد جدا عندما يكون الأسهم مخاطر والسندات مخاطر، فأكيد أن هناك ارتباط يجمع بين الاثنين، هناك ارتباط يجمع بين السندات والأسهم. عندما نقول معامل ارتباط coefficient of correlation يربط بين السندات والأسهم، يعني في لما نحن في العموم ماذا سوف نقول؟ إنه معامل ارتباط دائما وأبدا سوف تكون منحصرة بين سالب واحد وموجب واحد. سالب واحد هو ارتباط سالب تام، وموجب واحد هو ارتباط موجب تام. كنا ذكرنا في المرة الماضية انه اذا كان معامل الارتباط موجب تام فسوف نحصل على العلاقه بين السندات والاسهم. كيف تكون العلاقه هذه لما تكون الارتباط موجب تام؟ ماذا سوف نحصل في الرسم؟ هل نحصل على اقواس، على خطوط مستقيمه، على
اي فيري جود الاخت ريج، يعني ممتاز، على سوف نحصل على خط مستقيم. ما عدا ذلك يقول لنا اذا كان يعني معامل الارتباط في العاده الحقيقه الامر، ولكن هي لم تذكر يعني على ما يبدو في عرض المرئيه تبعكم، انه معامل الارتباط لما تكون رو بلس 1 ذكرت فقط فسوف تكون على شكل خط مستقيم، ولكن لما يكون لدينا معامل الارتباط ماينس 1 حتكون ايش؟ حتكون على شكل خطين مستقيمين. دير بالك رو ماينس 1 يقول لنا خطين مستقيمين يكونان زاويه مثل حرف الفي. Very good. ما عدا ذلك أي معامل ارتباط أقل من موجب واحد كلها تؤدي إلى منحنى، كلها تؤدي إلى منحنى. هناك النقطة، كلما زاد معامل الارتباط كلما يعني انخفضت المخاطر، صح ولا خطأ؟ كلما زادت معامل الارتباط كلما انخفضت المخاطر، صحيح ولا خطأ؟ خطأ، ممتاز، يعني ليس بصح، خطأ. very good. فبالعكس كلما زادت معامل الارتباط كلما زادت المخاطر، وكلما انخفضت معامل الارتباط كلما انخفض المخاطر. قلنا ايش يعني معامل الارتباط منحصر بين كم وكم؟ بين صفر واحد، ولا يعني كيف معامل الارتباط منحصر بين كم وكم الارقام؟ هل تتفقون مع زميلكم اخت اريش؟ قال بين ماينس 1 وبلس 1. اي نعم، فيري جود، ما شاء الله عليكم، يعني ديروا بالكم، شفت هي اسئله بسيطه جدا فنحذر منها. شوف احنا في الواقع ماذا؟ يقول لنا لما نحكي احنا في الواقع، الواقع معنا قال والله شوف موجب تام وسالب تام هذا لا يوجد، وانما الذي يوجد في الواقع انه معامل الارتباط تكون محصوره بين ماينس 1 وموجب 1 دون ان تكون يساوي، فلهذا السبب دائما وابدا سوف نحصل ماذا؟ منحنيات، ولن نحصل ماذا؟ ما حنحصل يعني خطوط مستقيمه. نجي نفهم يعني ما هو مصطلح التنويع، يعني ما هو مصطلح التنويع؟ يعني سبق لنا وان شفنا مصطلح التنويع، ما يكون التنويع في ايش؟ في القطاعات. يعني كيف التنويع في القطاعات؟ عندما انا استثمر في محفظه استثماريه يفضل انني اضع نقودي جزء من في قطاع التكوين، جزء في البنوك، وجزء مثلا في قطاع النقل، وجزء في قطاع الادويه، وجزء مثلا في قطاع الاسمنت، وجزء في قطاع مثلا النقل. شفت هنا انا نوعت بين القطاعات، فكلما نوعت بين القطاعات كلما نجحت في ماذا؟ انه معامل الارتباط سوف تكون منخفضه. وإذا كان الشركات تبعي كلها في قطاع التأمين وكلها في قطاع البنوك، معروف أن قطاع البنوك وقطاع التأمين هي قطاعات متقاربة من حيث يعني نوعية المخاطر تبعها وطبيعة شغلها، فتجد إيش لو نركز فقط إلا على القطاعين هذم لوجدنا أنه معامل الارتباط مرتفعة. معي؟ فديروا بالنا أنه يعني التنويع يشمل ماذا؟ يشمل يعني كلما نوعنا في القطاعات كلما نجحنا ان تكون معامل الارتباط منخفضه. موضوع ثاني له علاقه بالتنويع الا هو الاوزان. هي الاوزان يعني كيف ذلك؟ لما بيجي يقول لك انا والله فيه صندوق اسهم وصندوق سندات، صندوق اسهم وصندوق سندات. بالطبع لو بضع كله في الاسهم يعني الصندوق يعني المحفظه تبعي ليست متنوعه، وانما عندما انا اجزئ بين الصندوق الاسهم وصندوق السندات في الاوزان، فهنا في هذه الحاله يوجد لدي ماذا؟ يعني اختلاف في خلينا نقول يعني اختلاف الاوزان الذي كذلك يعني له دخل كبير جدا في عمليه التنويع. تذكرون عن في السابق لما قلت لكم ان احد الاشخاص استثمر في السابق في جرير وفي المراعي وفي مثلا الطيار وفي النقل الجماعي وكذلك في الادويه وفي كذا، يعني قلنا والله هذه محفظه ممتازه على الاخر. ولكن لما بعد ذلك سألنا نفس هذا الشخص أنت كم وضعت لك في سابق كوزن؟ قال وضعت فيه 95%، يعني عنده مبلغ مليون ريال خصص 950 ألف ريال دفعة واحدة 95% كاملة، وين خصصها لسابق فقط، والبقية جزءها 1000 ريال 3000 ريال و 5000 ريال. فبالطبع يعني هذه الأوزان لا تخدم التنويع. شوف الآن يعني لديكم في العرض المرئي فيه ماذا؟ في العرض المرئي نعم لديكم يعني رسمة فيها منحنى، والمنحنى هذا إيش نخصص فيه؟ في المنحنى هذا موجود فيه فقط إلا أسهم وسندات،
موجود فيه إلا أسم والسندات. الشيء الثاني، الرسم هذا من إيش متسجل عليه؟ متسجل عليه الحد الفعال. هناك رسمة، وهناك رسمة في المحاضرة 28 متسجل عليه الحد الفعال، شفتوه ولا لا؟ نعم موجود. Very good. يلا نريد أن نفهم هذه إيش هذه الرسمة. هذه الرسمة لاحظوا هو منحنى، صح ولا؟ هو منحنى. تعالوا الآن المحور الصيني. المحور الصيني هو فيه الانفراد في المعيار، والمحور الصادي فيه العائد. المحور الصادي الواي فيه العائد، والإكس فيه إيش الصيني هذا فيه السيجما الانفراد في المعيار. نبدأ الآن. شوف أنا لما لو بيجي في يعني المنحنى هذا، لو بيجي في المنحنى هذا تابعوني جيدا، وحسوي خط مستقيم أفق خط عمودي. حسوي إيش؟ خط عمودي. يلا تعالوا على المنحنى وخساوي يعني سووا خط موازي ل يعني الخط العمودي بتاعت الإي آر. هل لاحظتوا الآن لما تسوي هذا الخط العمودي، هل لاحظتوا أنه الآن هناك محفظة تلمس من تحت في يعني هذا المنحنى، وهناك يعني نقطة أخرى تلمس من فوق في هذا المنحنى أم لا؟ صحيح أم لا؟ نعم. Very good. تابعوني جيدا الآن. المحفظتين هذم الموجودين على يعني واحدة موجودة في المنحنى من فوق، واحدة موجودة في المنحنى من تحت، هل لهم نفس العائد ولا نفس المخاطة؟ يلا ايش اللي شرحته الان؟ شفت الرسمة اللي موجودة امامكم اللي فيها الحد الفعال، في منحنى ولا لا؟ في منحنى. بعد ذلك قلنا تعال تسوي خط موازي لايش؟ لمحور الصاد، موازي لمحور الصاد اللي فيه العائد. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا انه هذا الخط العمودي الذي اضفناه، الخط العمودي الذي تم اضافته ماله؟ قال سوف يلمس في المنحنى هذا في نقطة من تحت، يتقاطع في نقطة من تحت، وسوف يتقاطع في الجهة العليا من المنحنى وين فوق، صح ولا خطأ؟ Very good. في مثلا محفظة إيش؟ ألف ومحفظة باء. الألف جاي من فوق والباء جاي من تحت، ولكن الألف والباء جايين على نفس الخط. ماذا سوف نلاحظ؟ ماذا سوف نلاحظ؟ سوف نلاحظ تالي أن كلاهما لهما نفس المخاطرة، ولكن المحفظة التي توجد في الجزء العلوي من المنحنى أفضل من المحفظة التي توجد في الجزء ماله؟ السفلي، صح ولا لا؟ أي نعم، عائد الألف أعلى. فماذا نستخلص الآن؟ أنه شفتوا هذا المنحنى، الجزء العلوي هو الذي يسمى بالحد الفعال، الجزء العلوي هو الذي يسمى بالحد الفعال، واللي موجود تحت، واللي موجود تحت هو غير فعال غير كفء. يعني احنا دائما وأبدا ماذا نقول؟ فرضا لو عندك محفظتين لهما نفس المخاطرة 10-10، ولكن محفظة عائدها 15 ومحفظة الثانية عائدها 25، ماذا سوف نختار؟ ماذا سوف نختار؟ محفظتين لهما نفس المخاطرة 10-10، بالطبع سوف نختار العائد الأعلى. Very good. الآن ماذا حصلنا؟ الآن حصلنا، شفتوا هذا المنحنى الذي يجمع بين السندات والأسهم، ما له هذا المنحنى؟ في جزء علوي هو الجزء الكفء، وفي جزء تحته جزء رديء. هذا بماذا يسمى؟ يسمى بمجال كفاءة، وكذلك يسمى بالحد الفعال. يعني إيش؟ كل المحافظ الموجودة، كل التركيبات الموجودة على هذا الجزء العلوي ماله؟ قال هو متكون من يعني محافظ نعتبرها كفء في السوق. ليش؟ لأن هذا الجزء اللي أعلى ولنفس مستوى المخاطرة نحصل فيه محافظ تكون عوائدها أعلى. Very good. ثم في عندكم شريحة مكتوب عليها تابع للحد الفعال، في واحدة مكتوب عليها تابع للحد الفعال، شفتوها؟ في رسمة مكتوب عليها تابع للحد الفعال،
شفته ولا لا؟ نعم. شفت من أين يبدأ الحد الفعال؟ يبدأ من أن نحفظ ذات المخاطرة الأدنى وما يليها في اتجاه العائد، يعني في اتجاه الفوق. يعني الميل في ميل إيجابي وفي ميل سلبي، في ميل موجب وفي ميل سلبي. وين يوجد الحد الفعال؟ هل يوجد في جهة الميل الموجب ولا الميل السالب؟ أين يوجد الحد الفعال؟ في أي جهة؟ Very good. يوجد في، وانطلاقا من ماذا؟ شفت هناك نقطة داكنة، انطلاقا من هذه النقطة والتي تسمى بإيش، مكتوب أمامكم Global Minimum Variance Portfolio. يعني إيش؟ يعني يقصد بها المحفظة ذات التباين الأدنى. فلذلك يكون تعريف يعني الحد الفعال ما هو؟ قال هو يعني انطلاقا من المحفظة ذات التباين الأدنى وما يعني ويكون فيها الميل ما هو موجبا. Very good. سبب بعد ذلك، شفت هذا ما هو يعني في البداية كنا مقتنعين أن المحافظ التي توجد على هذا الحد الفعال هي الأفضل، معي هي أفضل محافظ. شوف الآن يعني بعد ذلك تطورت إدارة المحافظ. وكيف تطورت إدارة المحافظ؟ قلنا يعني ما رأيكم لو ناخذ أحد التركيبات التي توجد في المنحنى التي يعني في المنحنى الحد الفعال، يعني تركيبة يمكن تكون هذه التركيبة فرضا كم تساوي؟ قال يمكن تساوي 50% أسهم و 50% سندات، 50% أسهم و 50% سندات. ناي فالمحفظة هذه أدخلنا عليها شيء جديد. ما هو الشيء الجديد الذي أدخلنا عليه؟ أدخلنا عليها يعني الأصل خالي من المخاطر. يعني شفت هذا المنحنى الحد الفعال، هذا المنحنى كله أصول بمخاطر، كله سندات وأسهم. فأخذنا منه ماذا؟ أخذنا منه أحد التركيبات. التركيبة التي أخذناها فرضا أنها يعني 50% أسهم و 50% سندات. قلنا إجا أحد الباحثين قال ما رأيكم لو ندخل على هذه التركيبة، حندخل عليها أذنات الخزينة، أصل خالي من المخاطر. فلما أدخل عليها أذنات الخزينة إيش الذي حصل؟ حصل على خط مستقيم، حصل على خط مستقيم. فبعد ما كنا نعتقد، فبعد ما كنا شوف كيف تطورت إدارة المحافظ، فبعد ما كنا نعتقد أنه يعني الحد الفعال يوجد به أفضل المحافظ الاستثمارية وبإمكاننا أننا نضع نقود فيها، جاء بعد ذلك باحث آخر وقام بماذا؟ أدخل داخل هذه المحفظة الأصل الخالي من المخاطر الذي اسمه RF. لما أدخل RF هذه ماذا حصلنا؟ حصلنا على يعني خط مستقيم، والخط المستقيم هذا أصبح هو الخط المعتمد ويسمى بخط توزيع رأس المال، ويسمى إيش؟ بخط توزيع رأس المال. شفت هذه الرصة التي يوجد فيها ماذا؟ تعظيم المنفعة، يوجد فيها تعظيم المنفعة. أينما أصبح بعد ذلك خط مستقيم. Very good. كم توجد يعني أمامكم من يعني خط منفعة، من خلينا نقول يعني من خط سوا، من منحنى سوا، كم يوجد أمامكم؟ كم يوجد أمامكم؟ فرسم أنت تعظيم المنفعة، كم يوجد من منحة سوا؟ شفت لك الخطوط الموازية كم فيه؟ في أربعة. Very good. في أربعة، في واحد منهم يلمس خط توزيع رأس المال عند إيش؟ عند يعني المحفظة C، عند المحفظة C. من فوق واحنا نازلين من تحت، من فوق واحنا نازلين من تحت، هل هو منحنى سوا الاول الثاني الثالث او الرابع؟ هل هو المنحنى الاول الثاني الثالث الرابع؟ من فوق احنا نازلين تحت، هل هو المنحنى الاول الثاني الثالث الرابع؟ هو المنحنى الثاني، معي؟ هو المنحنى الثاني. شوفوا ديروا بالكم الآن إيش هذا CAL؟
هل لاحظتوا أن هناك في محفظة بي ولا لا؟ شفتوها أمامكم ولا لا المحفظة بي؟ شفتوها المحفظة بي؟ على هذا الخط؟ نعم. شفت هذه المحفظة بي؟ بماذا تسمى هذه المحفظة بي؟ تسمى يعني المحفظة ما نعبر عنها الخطيرة المثلى. يعني إيش هذه المحفظة؟ نحن اخترنا أفضل التركيبات من صناديق الأسهم والسندات، يعني أفضل التركيبات، لأنه تقدر أن تأخذ ماذا؟ 90% أسهم، 10% سندات، و50% 50% أسهم وسندات، وكلها أسهم وكلها سندات، ولكن هذه البي تم انتقاؤها بشكل جيد لكي تكون هذه البي هي أفضل محفظة يعني خطرة مثلى، وهذه المحفظة هي خاصة بكل فرد، يعني كل فرد سوف ينتقيها هذه المحفظة، وبعد ما ينتقيها يقوم بإدخال عليها إيش؟ يقوم عليها بإدخال الأصل الخالي من المخاطرة ويحصل على هذا الخط المستقيم. شوف الآن يعني من هي المحفظة المثلى للمستثمر؟ فالمحفظة المثلى للمستثمر ما هي؟ هي المحفظة التي يكون فيها منحنى السواء مماس لإيش؟ للحد القفل، يكون هناك التماس لحد القفل معي. ليش سميت هذه المحفظة السي بالمحفظة المثلى للمستثمر؟ سميت هذه المحفظة بأنها المثلى للمستثمر لأنها، شوفوا إيش السبب، قال لأنها يعني نقطة تماس بين خط توزيع رأس المال وبين أعلى منحنى سواء ممكن، وبين أعلى منحنى سواء ممكن، لأن منحنيات السواء يعني هي لا تنتهي، ولكن هناك منحنيات سواء ممكنة وهناك غير منحنيات السواء ملا الغير ممكنة. بارجود. شوف بعد ذلك تطورت يعني مرة أخرى إيش؟ تطورت إدارة المحافظ، يعني تطورت إدارة المحافظ. لما تطورت يعني إدارة المحافظ، يعني كنا نعتقد أن أفضل محفظة التي فيها سندات وأسهم فقط، بعد ذلك يعني جربنا أننا أدخلنا عليها الار اف اللي هو أصل خالي من المخاطرة، بعد ما قمنا بإدخال الار اف حصلنا على خط جديد وسميناه بخط توزيع رأس المال، وهذا الخط توزيع رأس المال هو خاص بكل مستثمر معي، وسمينا المحفظة الخطرة مثل اسمها محفظة بي، وبعد ذلك تركنا المجال للمستثمر أنه يختار هل المحفظة هذه يكون فيها إمكانية أنه يقترض أو يدخر. هذا كيف حصلنا على خط توزيع رأس المال. شو بعد ذلك تطورت النظرية؟ كيف أصبحت هذه النظرية بعد أن تطورت؟ إجا واحد باحث جديد اسمه شارب، يعني الأسامي إحنا لا تهمنا كثيرا في هذا المحاضرة، إجا واحد جديد اسمه شارب قال والله بصراحة نحن لا نستطيع أننا نفكر بالأفراد كل فرد الحال، وكل فرد له المحفظة الخاصة به، نحن نحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى شيء يعمم على جميع المستثمرين، يعمم على جميع المستثمرين. قال الله يشوف احنا سوف نحافظ على نفس يعني الشكل انتعت ايش خط توزيع رأس المال، ولكن سوف نستبدل، تابعني جيدا، سوف نستبدل كلي الحرف الرمز البي، هذا الحمز الرمز هذا البي وهو المحفظة الخطرة المثلى الخاصة بكل فرد، سوف يتم استبداله برمز الام. ماذا تعني الام حسب رأيكم؟ ماذا تعني الام؟ ايش تعني الام؟ الام حرف الام ماذا يعني؟ الام هو الماركت. فيري جود، ممتاز. شفت حرف الام هو الماركت. اذا واحد من البحرين قال ايش؟ قال يا اخي عوض ان نفكر كل فرد لحاله، لا، قال والله ما ينفع، لازم نسوي ايش؟ قال أفضل طريقة أننا نوحد القرار تبعنا. كيف سوف نوحده؟ قال يجب أن تكون لدينا محفظة مرجعية للجميع. إيش هذه المحفظة المرجعية للجميع؟ قال هي محفظة السوق. وما هذه محفظة السوق؟ قال هي المحفظة الأكثر تنوعا على الإطلاق، هي المحفظة الأكثر تنوعا على الإطلاق. إيش هذه محفظة السوق؟ قال هي التي سوف تجمع جميع الأسهم الموجودة في السوق المالي. فكيف تدرجت النظرية؟ لاحظوا أنه بعد ما كان هناك خط CAL
اصبح الخط ما هو؟ اصبح الخط سي ام ال، يعني استبدلت كلمه اللوكيشن توزيع استبدلت بايش؟ يعني سوق راس المال. يعني بعد ما كانت خط توزيع اصبح خط سوق راس المال، فتغيرت النظريه، بعد ما كانت سي اي ال اصبحت سي ام ال. شو بعد ذلك؟ يعني بعد ما تغيرت ايش يعني السي ام ال، تبعوني جيدا، بعد ما تغيرت هذه السي ام ال، السي ام ال اصبح هذا الخط الجديد هو خط الكفاءه، هو خط لا يعلو عليه اي خط، وجميع المحافظ الموجوده على هذا الخط هي كلها محافظ كفاءه. ودائما وابدا نرجع الى مصطلح ماذا يقصد بالمحفظه الكفاءه، ماذا يقصد بالمحفظه الكفاءه؟ قال هي المحفظه التي تحقق لنا اعلى عائد على الاطلاق لمستوى محدد من المخاطر، او لمستوى محدد من العائد هي المحفظه التي يعني يكون فيها اقل مخاطر معي. هذا هو السي ام ال. لما رجعنا انا بسالكم الحين سؤال، يعني هل كل ما يوجد في السوق المالي السعودي هل هو كله كفر، والا فيه الكفر وغير الكفر؟ هل هو كله كفر؟ اي نعم، فيري جود. قال لا يا اخي والله ما هو فيه الكفر وفيه غير الكفر، فيري جود. فلهذا السبب اجى باحث اخر، ماذا يعني باحث هو شارب نفسه هو، وطور النظريه، قال لا والله احنا ضروري جدا اننا ايش؟ اننا ناتي بخط اخر. ايش الخط هذا الاخير اتى به؟ هو خط، تابعوني جيدا، هو خط سوق الاوراق الماليه، خط سوق الاوراق الماليه. ما هو هذا خط سوق الاوراق الماليه؟ قال هذا الخط سوف يكون يعني صالح لجميع الاوراق الماليه وصالح لجميع المحافظ، كانت محافظ كفؤه او كانت محافظ غير كفؤه. فديروا بالكم الان ما هي الاشياء التي تغيرت معي. ديروا بالكم الان لما نحكي على السي ام ال معي، المحفظه السوق هي المحفظه الخطره المثلى. لما نحكي على السي ام ال سيكون المحور السيني، ايش العلامه تبعه التي نستخدمها؟ ايش السيني موجود؟ المحور السيني تبعه هو المخاطر، الانحراف المعياري. ديروا بالكم يعني لما اقول انا اريد كلمه ادق هي السيجما، هي الانحراف المعياري. والمحور الصادي هو العائد، ولكن لاحظوا في خط الاس ام ال، الخط الاس ام ال يعني اللي هو بتاعت ايش اصبح المحور السيني؟ ايش اصبح المحور السيني؟ ما عامل ايش؟ معامل بيتا. فديروا بالكم في خط سوق رأس المال سوف تكون لدينا معامل بيتا، وبينما في الصادي ظل هو نفسه، فحتكون معانا ايش؟ الاي ار. ولكن خرج لنا هذا الشارب ب يعني معادله في الحقيقة الأمر معادلة ممتازة على الآخر، يعني أي دعم المخاطر المنتظمة اللي احنا كنا شفناها في السابق مع البيتا. يلا إيش هذا النموذج الموجود لديكم ومكتوب؟ ما هو هذا النموذج؟ كيف وصلنا؟ قال العائد، أنا بكتب لكم الحين العائد المتوقع كم يساوي؟ قال هو يساوي الـ RF الأصل الخالي من المخاطرة زائد يعني هنا حتكون عندي الـ E بكتب لكم لحظة. هذه المعادلة التي ايش؟ ما ادري الاي ار، ما ادري يعني نسوي عليها الاي ار ماذا تساوي؟ قال هي تساوي الار اف بلس اي ار ام ناقص ار اف مضروبة في معامل بيتا. شفتوا هذه المعادلة؟ شفتوا المعادلة دي؟ تأكدوا انها اي ديروا بالكم يعني في العروض المرئيه موجوده هذه المعادله. شفت اللي احنا شفناهم كلهم يعني لا احنا المعادلات الاختصار اللي كنا شفناهم يعني في العروض يعني هي اشياء بسيطه على الاخر، وكلها تحصلين وين في يعني الشرائح بتاع اللقاءات الحيه، يعني تسهل لكم عمليه المراجعه وبسيط على الاخر المعادلات التي سوف نستخدمها. ما يكثر اكيد جدا ما يكثر. يلا لو قلنا لكم الان انه الار اف تساوي 3%، هذا الار اف 3%، ولو قلنا لكم انه عائد السوق الاي
يعني ار ام، الاي ار ام، الاي ار ام مثلا فرضا تساوي مثلا 10%، ولو قلنا لكم ان معامل بيتا تساوي 1.4، 1.4 كم تساوي العائد المطلوب؟ Very good. شوف الاخت يعني الاخت ريش يعني ممتاز على الاخر ملاحظه تبعك. السوق خط سوق راس المال السي ام ال يوجد فقط الا عليه المحافظ الكفء لا غير، وبينما الاس ام ال ماله؟ قال هو يشمل كله المحافظ الكفء وغير الكفء وفي الاصول المنفرده التي معروف عنها غير كفء. معي؟ يلا كم تطلع معنا؟ الله يبارك فيك، كم يطلع معنا؟ عندك ار اف 3% و يعني كيف تكون الناتج؟ يلا very good. هذه النتيجة. شفت هذا السؤال مؤكد يشك في الاختبار فديروا بالكم منه. ممتاز. نيجي بعد ذلك إلى إيش؟ إلى يعني هذه 12.8 معامل بيتا السوق كم تساوي؟ كم تساوي معامل بيتا السوق؟ كم تساوي معامل بيتا السوق؟ تساوي 1. والسهم الهجومي إذا البيتا تبعه تكون أقل من 1 ولا أكبر من 1؟ السهم الهجومي. أكبر من 1، very good. والسهم الدفاعي بالطبع يكون أقل من 1، very good. الآن ننتقل إلى يعني يقول لنا ما هي المقومات الأساسية لقرار الاستثمار. يعني إحنا كنا شفنا هذه بسيطة على الآخر، متى نشتري؟ قال إحنا نحن نشتري يعني عندما تكون هناك فرق بين القيمة الحقيقية والقيمة يعني السوقية، فعندما تكون الحين القيمة الحقيقية أعلى من القيمة السوقية نحن يعني نشتري. واعتقد ان هذا الموضوع ناقشناه في السابق. متى قرر عدم التداول؟ قال انا لن اتداول عندما يكون ليس هناك فرق بين يعني السعر الحقيقي والسعر يعني السوقي. متى اقرر انني ابيع؟ عندما الاحظ ان السعر في السوق مرتفع مقارنه بالقيمه الحقيقيه فانا ابيع. بعد ذلك يقول لنا ما هي الاسس والمبادئ العلميه لاتخاذ القرار الاستثماري؟ ايش هي الاسس التي نعتمدها؟ اكيد جدا احنا في البدايه لازم ايش يعني نتبع ماذا يعني هذا ما يسمى بالمدخل العلمي، يعني نحدد اهدافنا من الاستثمار. يعني هل اريد انا محفظه استثماريه تحقق لي عوائد عاليه بمقابل بمخاطر عاليه، او اريد محفظه يعني متوسطه المخاطر او مخاطر متدنيه. بعد ذلك سوف انطلق في ماذا؟ في جمع البيانات المتعلقه بالشركات، ويعني كنا حكينا في المره السابقه من المقارقه نقدم لنا كم هائل من المعلومات يعني تتعلق بايش؟ ب يعني الاسواق الماليه. و ثم بعد ذلك ايش؟ سوف نقوم بعمليه تبويب وتنظيم هذا يعني هذه البيانات لكي تمكننا من ماذا؟ من اختيار يعني الشركات. وبالطبع شباب يعني نريد قائمه لهذه الشركات المتميزه، فهذا كله يدخل ضمن ماذا؟ اختيار الاصول ومر علينا في السابق. الان ديروا بالكم سوف ندخل في فقره وهو تتعلق بالامر الثاني، ودائما وابدا هذه تاتي في الاختبارات. ما هي؟ هي مراعاه بعض المبادئ العلميه في اتخاذ القرار الاستثماري. ومن هذه المبادئ هناك مبادئ شفت يعني سهله جدا على المبادئ هذه. كيف هي سهله جدا؟ تابعني جيدا. هناك مبدا تعدد الخيارات الاستثماريه، مبدا تعدد الخيارات الاستثماريه. كيف انه بعرف انه هذا هو المبدا الصحيح؟ يكفي ان ترد كلمه، يكفي ان ترد كلمه تقول ايش؟ لاحظوا انه في نفس السطر سوف تجدون يعني اول مجالات الاستثماريه ايش؟ المتاحه. كلمه متاح يعني ان هناك خيارات امامك. Very good. انتقل بعد ذلك الى مبدا الخبره والتاهيل. انتم سوف تجدون في نفس العباره مكتوبه ايش؟ مبدا الخبره والدرايه، فواضح جدا انه مبدا الخبره والتاهيل. بعد ذلك يعني ما هو المرادف لكلمة مبدأ الملائمة؟ ايش المرادف لكلمة مبدأ كلمة الملائمة؟ لما اقول لك شيء ملائم
ماركت هو شيء مناسب. يعني علما لما بحصل لي لما يقول لي يعبر هذا المبدأ مراعاة المستثمر عند اختيار المجال الاستثماري المناسب ثم إعداد الاستثمارية المناسبة، فخلاص أنا عرفت أنه هو مبدأ الملائم. التنويع يجب أن نجد كلمة ماذا؟ مبدأ التنويع. التنويع التوزيع very good. يعني شفت أنتم حتى لما تقوم بعملية مراجعة قل لا والله شوف أنا ملائمة مناسب تنويع توزيع خبرة دراية وخبرة خيارات يعني متاحة. لما قل مبدأ الشمول، مبدأ الشمول أكثر من مجال very good سهلة ما شاء الله عليكم يعني منتبهين. ولما قل ارتباط، الارتباط الذي تجمع ارتباط يعني دائما وابدا لما اقول ارتباط يجمع شيئين ارتباط يقولنا ايش ايوه very good يقولنا هو التنويع والشمول فاعلية التنويع والشمول. خلاص يعني هذه المبادئ هي سهلة جدا ننتبه منها وهي كلمات مرادفة لبعض لا غير يعني نحن مطلوبين اكثر من ذلك. نأتي بعد ذلك إلى إيش إلى المحاضرة 30 الأخيرة. كذلك هذه الصناديق الاستثمارية مهمة جدا أنك إيش أنك يعني ومبدأها سهل جدا على الآخر. هذه الصناديق الاستثمارية قول شيخ الصندوق الاستثماري لماذا نلجأ إليه؟ قال يا أخي يلجأون إليه هناك مجموعة من الأشخاص. من هم؟ قال يا أخي مجموعة من الأشخاص طبيب ومهندس وموظف وكذا الذين لا يفقهون في الأسواق المالية، فبالنسبة لهم من هم؟ قال أفضل خيار لهم أنهم يتجهون إلى الصناديق الاستثمارية. ليش؟ قال لأنه عليها مدير استثماري وهذا المدير الاستثماري الميزة تبعه أنه إنسان خبير وقادر أنه يحافظ على رأس المال وقادر أنه يأتي بعوائد. فلهذا السبب نحن يعني ننتبه إلى هذا الشيء. الآن تصنيف أنواع الصناديق الاستثمارية ديروا بالكم الصناديق الاستثمارية هي حسب أغراض المستثمر وحسب حركة رؤوس الأموال وحسب يعني العصر الأمان معي. هل احنا ذكرنا انه حسب يعني حجم الصندوق؟ هل ذكرنا حجم الصندوق؟ هل ذكرنا حسب عمر الصندوق؟ فديروا بالكم لم نذكر لا عمر الصندوق ولا حجم الصندوق ولا حسب مدير الصندوق من يكون، وإنما تركيزنا على ماذا؟ أغراض المستثمرين. إيش ثاني؟ قال كذلك بعدها حسب حركة رؤوس الأموال وفي الأخير إيش؟ حسب عنصر الأمان. نأتي يعني كلها سهل على الآخر عندما نحكي على صندوق يعني أغراض المستثمرين تذكروا شيء إنه يوجد فيه أربع صناديق. إيش هذا الصناديق؟ هي صناديق النمو. ماذا صناديق النمو؟ صندوق النمو معروف عنه أنه نستثمر فيه شركات التي يعني اليوم نشتريها ب10 ريال بكرة حتصبح ب17 بكرة حتصبح ب25. ومعروف عنها صندوق النمو في العادة هي لا توزع أرباح وإنما يعني وإنما نستفيد منه من خلال استيفاء في إيش؟ في يعني قيمة الصندوق. هناك عكس صندوق النمو هناك صندوق الدخل. إيش هذا صندوق الدخل؟ صندوق الدخل يعني هذا بالعكس يركز على الشركات التي توزع أرباح التي توزع أرباح. وبينما لما قلنا النوع الثالث من الصندوق صناديق الدخل ورأس المال، ما هو هذا صناديق الدخل ورأس المال؟ هذا الصناديق هي صناديق المتوازنة وهي إيش جمعنا بين صندوق النمو الأول وصندوق الدخل الثاني جمعناهم الاثنين مع بعض. ماذا بقي في الأخير؟ بقيت الصناديق المتخصصة. الحين أصبحنا نتج في بعض الحين هذا الصناديق. ما هذا الصناديق؟ نوعية. قال هناك صندوق في القطاع البتروكيمي، هناك صندوق مختص في البنوك، هناك صندوق مختص في يعني صناعة الكمبيوتر، هناك خدمات مش عارف إيش. فكلها حسب يعني تخصصه. لما ننتقل إلى حسب حركة رؤوس الأموال، حسب حركة رؤوس الأموال ماذا؟ هناك صندوقين، إما صندوق يعني مقفل أو مغلق وهناك صناديق إيش مفتوحة. ماذا يقصد بكلمة المقفل أو مغلق؟ قال عندما نكون هذا الصندوق بعد ذلك انتبهوا لا يجوز لإدارة الصندوق أن تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زيادة رأس المال. وبينما الصناديق المفتوحة منها معي قال يعني تسمح لها بزيادة يعني أو تخفيض
رأس المال. فديروا بالكم لو نقول إيش الصناديق المفتوحة تفتح فقط بزيادة رأس المال، وإنما تفتح تسمح بإيش بزيادة وتخفيض في رأس المال. نأتي الآن إلى الصناديق التي إيش الاستثمارية منها يعني وفقا لوصل الأمان. في صناديق الاستثمار ذات رأس المال إيش المضمون، ماذا يوجد فيها هذه؟ واضح جدا الهدف هو ما هو المحافظة على رأس المال معي، هذا الهدف الأول. ودائما وأبدا أين سوف نضع هذا؟ قال سوف تضعها في سندات، في صكوك، سوف نضعها في يعني سندات مضمونة بعقار very good، هذا المصطلح الأكثر شيوعا. وبينما الصناديق الاستثمارية غير المضمونة ماذا؟ قال هي صناديق الأسهم. ماذا صناديق الأسهم؟ معروف عنها أنه ليس فيها أي ضمان. نأتي الآن إلى آخر فقرة. ما هي آخر فقرة هنا يعني نخلص بها هذا اللقاء الحي؟ وهي تتعلق بقياس الأداء. يعني احنا بعد ما اخترنا الأصول نوعت، الآن نأتي إلى آخر شيء ألا وهو أنني أقيس الأداء. أول شيء ديروا بالكم هناك أربع مقاييس الأداء، هناك مقياس شر وترين وجانسون وفاما معي؟ هل يوجد ضمنهم ماركويتس مثلا أو آدم سميث، أو يوجد بينهم يعني هل يوجد بينهم هذه الأسماء؟ فديروا بالكم شارت، ترينر، جنسون وثامة. واضح النقطة هذه إن شاء الله للجميع؟ فديروا بالكم مقاييس الأداء هي أربع فقط لا غير، ولازم تحفظوها إيش بالأسامي. ثاني شيء شوف هذا نموذج شارت ماله، قال نموذج شارت يعتمد على عندما يقيس الأداء يعتمد على إيش؟ على المخاطر الكلية. فإيش مطالبون أنكم تعرفون؟ فقط لو سألتم على أربع مقاييس أداء لعرفتم ما هي الأربع. لو سألنا الآن يعني نموذج الشرق ماذا يستخدم؟ يعني ما هي المخاطر التي يستخدمها؟ فنقول المخاطر الكلية إيش؟ مخاطر منتظمة، مخاطر غير منتظمة معي؟ متى يستخدم شرق؟ يستخدمها للمحاف ذات الأهداف يعني الأهداف المتشابهة. يعني قال لا يقارن إلا ديروا بالكم إلا المحافظ، ولا يستخدم شارب مقياسه لقياس أداء الشركات، وإنما لقياس أداء محافظ كاملة. يعني ما يأخذ ورقة مالية لحالة ويقص أداء، عكسه تماما. لما نجي إلى ترينر وجانسون إيش الفرق بين الاثنين؟ ترينر وجانسون، ترينر عنده نسبة ريشيو، وبينما يعني لما نحكي على جانسون يعني هو سوف يطرح العائد يعني المحقق ناقص العائد المتوقع، العائد المحقق ناقص العائد المتوقع. ماله يعني كلاهما ماذا يستخدم؟ قال كلاهما يستخدم المخاطر المنتظمة مع البيتا فقط، يعني لا يستخدمون المخاطر كلية. كلاهما النماذج تبعهم يطبقان على المحافظ الاستثمارية وتطبق كذلك على الأصول الفردية معي؟ وعلى الأصول الفردية very good. نجي الآن إلى نموذج جانسون. نموذج جانسون هذا في بعض الأحيان يعني مثل ما ذكرنا كيف يقيس الأداء؟ قال أنا يعني حسب السوق، السوق يتوقع لي الأداء أن أحقق 20%، وأنا يعني هذا ما يتوقع لي السوق، وأنا حققت 25%، فهل أدائي ممتاز ولا لا؟ هل أدائي ممتاز ولا لا؟ السوق يتوقع لي 20% باستخدام المعادلة اللي استخدمتها قبل قليل، وأنا حققت 25. هنا نقول ألفا موجبة. فيعني شفتوا الآن أداء ممتاز. عندما نقول أداء ممتاز هذا يعني أنه ألفا موجبة، وألفا سالبة ماذا تعني؟ تعني أداء رديء. وألفا تساوي صفر، ألفا جانسون تساوي صفر، يقول لنا في هذه الحالة أنه الأداء عادي يعني توازن very good. ما عدا ذلك يعني أنتم فقط غير مطالبون يعني توجد لديكم أمثلة لن يكون في اختباركم لأنه معقد شوي يعني طريقة قياس يعني الأداء باستخدام أمثلة، فلا نأتي ب خلينا نقول يعني لا نأتي ب يعني الأسئلة تتعلق بطريقة يعني إيجاد أو البحث عن يعني قياس الأداء. فقط نحن مطالبون أننا نعرف إلا لا غير أن نفرق بين مقاييس الأداء لا غير. فيما تبقى أنتم مطالبون أنكم تطلعون عليه لا غير. يعني شوف تطور السوق المالي الصعودي ومراحله، أنتم غير مطالبون لا بحكم، وإنما فقط أنتم مطالبون أنكم تطلعون عليه.
وهذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أن كنت استفدت من هذا اللقاء الحية. أنا أرحب يعني خلال الفترة القادمة بجميع الأسئلة يعني تبعكم من خلال منتدى الأسئلة ومن خلال المنتدى يعني المقرر. والله ما أدري هل أستطيع أنني أسوي هذا اللقاء أم لا، ولكن أنا أشوف إذا كان قدرت ببلغكم بهذا الشيء. ولكن والله في حقيقة الأمر أنا يعني لا أرى منه فائدة. ليش؟ لأن كل الأسئلة يعني يكفي أنكم ترجعون على اللقاءات الحية. والله كل الأسئلة التي كان ودي أني أسألكم إياها يعني حنشوف، الله يشوف نشوف بعدين نبلغكم. يلا يلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله نكون قدرنا خلال الفصل هذا الدراسي وقت ممتع معكم. السلام عليكم ورحمة الله. ما في مشكلة، تعرف أي واحد لديه سؤال يسأل عن طريق المنتدى، ما عندي أي إشكال، وبجاوب يعني وردي كل الجميع. يلا بالتوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك.